החלום היחיד בהיסטוריה שהתגשם כמעט במלואו. ישראל תהיה מדינה יותר גזענית, יותר תוקפנית. אני באמת מאמין, אני לא אומר את זה רק כחלום. شو هاي الشجر كله؟ هذا حرش اللي زرعوه مشان يخفوا معالم الجريمة ومشان يثبتوا انه يعني هذه الارض لم تعد لاصحابها. شوفي كيف هبط كله، بتمشي الارض بتمشي. هذا مكان ديني اللي كان يسمى مكان الخضر، وهو كان مقدس للمسلمين والمسيحيين في البصرة، ويسمى مكان الخضر ومار الياس في نفس الوقت. هذا هون كان باب الدار، يعني بمثابة الأعداد الصيفية وكذا. هون كان في غرفة، هذه أرضيتها. وهي جدرانها هون. هنا ولد والدي في هذا المحل. كل اللي بذكره انه وين موقف الباصات، بذكر انه في شجره كان قهوه صغيره يقعدوا بكراسي عربيه تحتها، ختياريه، محطات. هذا اللي بذكره. بعرف انه بيت ستي لقدام، يعني مسافه مش بعيده. غرفة جدي يعني هون. تعال اعمل قهوة. السادة دائما ثابتة على الحطب هون. هذا اللي هون الصغير، هذا الطابون هون، وهذا بابه هون. طابون الخبز. كان في الفرن نخبز، نيجي نخبز المناقيش إلى آخره هون. كان كله مسكر، كله هاللي بدهم شيء بسكروه او بقولوا للهدم حتى ما انه يفضى البيت اللي مش معنيين فيه، او انه بيحطوا حطاطه لحد ما ينهدم. طبعا هاي وحده من المباني اللي بقيت في البصه، كنيسه البروتستانت، وحده من ثلاث كنائس كانت موجوده في البصه. وبعد عمليه الاحتلال في 48 طبعا، وعملية تهجير أهالي البصة، تم الاستيلاء على هاي المباني اللي استعملت بهدف توطين المهاجرين اللي اجوا من تونس بشكل خاص ومن شمال أفريقيا، بعد ما كانت طبعا معلم وصرح ثقافي كبير اللي كان في يعلموا طلاب المدارس هون. وهذا طبعا حال الكنيسة، واحدة من الكنائس كذلك الأمر،
كنيسة الكاثوليك وكنيسة الروم الأرثوذكس اللي كانت في حالة مزري على مدار عشرات السنين. كذلك الأمر بالنسبة لمسجد البصة يستعمل كزريبة للأبقار والأغنام من قبل المستوطنين اللي سكنوا في جوار مسجد البصة. كذلك الأمر بالنسبة للمقابر، المقبرة المسيحية والمقبرة الإسلامية، تم يعني تدنيس المقابر من خلال دخول المستوطنين وكسر المقابر اللي كانت موجودة هناك. إلا اليوم أنا ما بعرفش وين قبر خالي، لأن إنه كل المقبرة مهدمة. كان شو قصة؟ كان في بيت، كان يعني ناس عايشين في بيوتهم، فيش قصة يعني، في مكان وفي زمان وفي بشر وفي تداخل بيناتهم. أجت النكبة من أجل أن تحاول صياغة الهواء بشكل آخر، صياغة المناخ بشكل، التضاريس بشكل آخر. لما أنا هجرت البيت نازلين للدير، طبعا ماسكي أمي نركض وراها بالفستان، شفت كل الناس يركضوا حاملين على راسهم بؤاج أطفال، الله يستر الله يستر، هاللي تصيح وهاللي تبكي وهاللي إلى آخره. في النقطة بالذات وين أنا واقفة ضرب مدفع قوي كتير، وبما إنه في الأنطرة بيظهر عمل صدى صوت أقوى، هاللي الكل صرخ. هلا إحنا صغار مش فاهمين على إيش حتى عم بيصرخوا، بس إنه معنا خبر في إشي اسمه خوف وأهرب. اليهود كانوا على الشارع هون، والرجال طلعوا على المقاومة، في إشي طلع على لبنان على أساس إنه فترة مؤقتة ويرجع، ضل النسوان هون. شعامر سقطت قبل صفوري، شعامر سقطت قبل صفوري، فجزء من أهل شعامر من أقاربنا من شعامر أجوا لجأوا لهون على أساس أن يفكروا يعني يوقف في شي مرحلة. تم تنفيذ الطرد عن طريق قيام القوى اليهودية بتقسيم الأرض لعدة مناطق، ووضعوا لواء من الجيش ليشرف على كل منطقة، وتلقى كل لواء قائمة بأسماء القرى في كل منطقة، وكان الجيش ينتقل من مكان لآخر ويدخل إلى القرى يحاول تخويف الناس أولا كي يهربوا، وإذا لم يكونوا يهربون كان يحضر الناقلات والحافلات ويصعدونهم إليها، وإذا لم يساعدهم ذلك كان يطلقون النار على عدد من الناس كي يدفعوا الرافضين لمغادرة المكان. المنطقة اللي احنا بنشوفها اليوم بهذا الاتجاه للشمال كان في عملية حصار للبصة من الثلاث جهات، من جهة الشرق ومن جهة الجنوب ومن جهة الغرب، وكان تعتبر أول عملية زوارق للهجناء كان عملية إنزال للهجناء في الشط البحر عند الزيب، فكانت أول عملية عسكرية بهذا الشكل يعني بيقوموا فيها، وكان في طائرات عند الهجناء، كان في قصف بطائرتين على البصة، كان في قصف كمان مدفعي من منطقة راس الناقورة بعد ما سيطروا عليها، بالإضافة لحصارها من ثلاث جهات، والنتيجة كانت واضحة جدا إنه للي بقيوا هون للي بعدهم ما انهزموا عندكم الطريق مفتوحة على لبنان. بما دقيقة المشكرة بابا نكبة 48 ما كرا أنا لا يدعت أنا لا ما كرا العربيين أنا لا يدعت أتوها لا نفسوا لا قرشوا لا قرشوا لا أنا خلق مهم نشاء مهم لفات برخوا أدربا بكشو مهم لشعر كدش يعزروا لنون لبنوت المدينة، ומי שנשאר נשאר, הנה, תראו אותם היום חיים טוב, אלה שברחו, שישארו שם, זהו, אין זכות שבח, מי שפה, פה, אלה שנשארו הרוויחו. אני רוצה לשאול אותך משהו. למה, עשו להם משהו, אלה שנשארו? הם ברחו, הם פחדו, חשבו שאולי יהרגו אותם, וזה לא נכון, היהודים לא הורגים, יהודים לא רוצחים. ישראל להגנה על עצבת הסיוניה, מואססת הסיוניה, قامت بشكل منهجي بالعمل على طرد العرب من هذه البلاد، إما بالمذابح أو بالتخويف أو بالترويع أو بهدم بيوتهم إلى آخر ذلك. تصور آلاف العرب الذين تركوا قراهم، عندها إسرائيل أصدرت قانونا من لم يكن في قريته فقد حقوقه، عندها بدأوا بالقول لحظة لحظة من ذهب إلى لبنان فقد كل شيء، أما من ذهب إلى الناصرة فيستطيع العودة. قانون شمل الجميع، إذا كنت خارج بيتك خسرت كل شيء. بن غوريون كتب لابنه عاموس عام 1937 رسالة يقول فيها إن الوسيلة الوحيدة لإقامة دولة يهودية هي بواسطة إبعاد العرب عن البلاد،
لكن لأن الوقت غير مناسب يجب الانتظار، ودعا ذلك ظروف ثورية انقلابية. فسأله ابنه ماذا تعني ظروف انقلابية، فقال له الحرب. ومنذ عام 1947 أصبح بن غوريون يعبر بشكل أوضح من خلال خطاباته، ويقول سوف نضطر لنقل العرب من هنا، وسوف نضطر لترحيلهم، وقال ذلك في أكثر من مناسبة. دون هذا ما كان بإمكان إسرائيل أن تصبح دولة ذات أكثرية يهودية، لأنهم كانوا أقلية قبل عام 48، لم تتجاوز 600,000 وشيء، يعني كانوا أقلية وتحولوا إلى أكثرية بعد فعل النكبة. إذن فعل النكبة كان مقصودا، كله ينطلق من نقطة وفرضية أساسية أنه يجب تطهير هذه البلاد من العرب، والتطهير هو في شقين، الإنسان والأرض، وهو هدول هن المحورين اللي تعمل عليهم الحركة الصهيونية. لم يكن بالإمكان تحقيق فكرة الدولة اليهودية وفقا للفهم الصهيوني مع وجود سكان فلسطينيين داخل الدولة اليهودية، فقد سعوا إلى مصادرة الأرض قدر الإمكان، وأقصد قدر الإمكان من فلسطين، مع أقل قدر ممكن من الفلسطينيين. كل دولة في العالم تكتفي بالسيادة السياسية على الأرض داخل ما رسمته لنفسها من حدود، فما الذي يجعل دولة إسرائيل تسعى إلى الاستيلاء على كل شبر داخل حدودها وتغيير وجهه الديمغرافي والتاريخي؟ إنه هاجس تحقيق أسطورة المكان اليهودي. إن أرض إسرائيل ملك للشعب اليهودي، هذا وفقا لما هو مكتوب في التوراة ومكتوب في كل مكان وفي التاريخ، لا يوجد أي شيء آخر. لقد عدنا إلى أرض إسرائيل قبل 50 سنة، أعادنا الله بعدما حدث لنا في ألمانيا. قانون العودة الإسرائيلي هو القانون الذي يعني الأيديولوجي الأول الذي على أساسه تقوم دولة إسرائيل. بن غوريون عندما اقترحوا أسماه أنه قانون ليس ككل القوانين، وإنما القانون الذي على أساسه تقوم كل القوانين في الدولة، وهو ليس حقا تمنحه إسرائيل لليهودي، وإنما هو حق اليهودي بما هو يهودي، يقول بن غوريون للقيام هنا. بمعنى أن إسرائيل لم تقم بسن هذا القانون، وإنما إسرائيل قامت لكي تنفذ هذا الحق اللي اسمه حق العودة لليهود. طبعا ماذا يتضمن هذا الحق؟ يتضمن أول شيء قفز عن 2000 عام من تاريخ هذه البلاد، وادعاء أنه كان دائما هنالك تواصل يهودي، وأنه اليهودي عندما يأتي إلى هنا هو لا يهاجر وإنما يعود، كأنه ترك كأنه 2000 عام لحظة يعني بالتاريخ. لاحظي أن قانون العودة موجود منذ أقيمت دولة إسرائيل. حدثت مأساة في روسيا، في أعقابها وصل 1,000,000 شخص، وبعد المشاكل في المغرب وصل اليهود أيضا هنا، وفي عملية سيناء سبب ناصر مشاكل اليهود مصر فجاءوا، وفي رومانيا أيام أنا باوكر وطيلة تلك الفترة كانت هناك مشاكل، لذا جاء أيضا يهود رومانيا، وجمولكا في بولندا طردهم فجاءوا، واليوم يلاقي اليهود في فرنسا حملة من اللاسانية، فأهلا وسهلا. هذا القانون هو قانون اللي يستثني الفلسطينيين، يعني احنا لما يحكي عن العودة احنا اللي لنا الحق في العودة بعد 56 سنة، لأهالينا الحق في العودة بعد 56 سنة. الحق في العودة حسب القانون الإسرائيلي هو حق في الأساس مخصص لليهود، أي يهودي في العالم يستطيع الحضور إلى إسرائيل ويحصل في المطار أو إذا كان في الميناء يحصل على حقوق، منها حقوق اقتصادية وميزانيات أموال يحصل عليها. باعتقادي هذا القانون هو أساس كل التمييز العنصري في دولة إسرائيل، لأنه يجعل هنالك نوعين من المواطني، مواطني اللي في جوهرية اللي من أجلها قامت الدولة، ومواطني شكلية لأنه بالصدفة العربي هنا واضطروا أن يعطوه مواطنة لأنه لم يشرد أو بقي نتيجة لخطأ أو مفارقة تاريخية. ولكن بالمجمل الدولة لم تقم، غاية الدولة ليست هو وإنما المواطن اليهودي. أنا برأيي أساس كل التمييز العنصري في هذا، وأساس أيضا عدم الفصل بين الدين والدولة. אבל אני יודע ובוא נגיד כל בן אדם כל יהודי שנולד אז הוא יודע מדינת ישראל זה מדינה של היהודים, ככה חינכו אותנו, אולי אנחנו טועים, זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך.
اللبنة الثانية في تهويد المكان كانت محو المعالم التاريخية أو تحويلها إلى معالم سياحية متحفية. نحن الآن في مدينة قيصاريا التاريخية التي كانت يوم من الأيام مدينة زاهرة وعامرة من مدن الحضارة الإسلامية العربية. منذ نكبة فلسطين عام 1948 حتى الآن تم جرف آلاف المقابر، تم ابتلاع عظام الموتى، إلقائها في البحر أو وضعها في مكبات للأوساخ وتغطيتها بعد ذلك بطبقات ترابية بهدف إخفاء آثار الجريمة. على أثر عظام هؤلاء الموتى تم إقامة مدن يهودية، متنزهات، أماكن عامة، مواقف سيارات، تم شق شوارع قطرية، لا بل تم إقامة فنادق شاهقة فخمة كالفنادق الموجودة حاليا في تل أبيب. معظم الفنادق الموجودة في تل أبيب والتي تقع تحديدا على الساحل قريب من البحر كلها تقوم على مقابر إسلامية، ولا زال حتى هذه اللحظة بعض بقايا مقابر توجد تحت الطابق الأرضي لهذه الفنادق. بتقولي لي ليش إنه أنا تأثرت؟ شو اللي بيأثرني؟ مثلا أنا حياة أبوي، إحنا من عائلة فنانين، وكان حياة أبوي كتير قدام إنه من شغل إيديه أو تحف حتى يجيله للمتحف، وأنا حافظ المتحف عن غيب، ولكن في المدة الأخير لما أنا عم بفوت كتير انجرحت، حسيت إنه صار مديرني أو صار إنه أجنبي، وانمحى الإشي التاريخي اللي فيه. I need tickets, please. ما كرا اليوم اسور لكنيس راك بكرتسيم لتشبع اكو كي تميد انا رجلا عم ارخيم عم تميد انا خنو باقين طب ماتي علم اللي بصوتي خبرة حدثة التقيت فيها جارة إلي وجارة برضو يعني بضلني أتأوه لأنه ساكنة في بيت ستي اللي مش محرر وهو يعني فيش ست متورة بناتنا. هذا كان الجامع الرئيسي وهي كانت الجرينة بنص البلد لأنه حيفا كانت هون، هاي حيفا كان في هون مسمكي، كان دكانتنا الأولانية قبال المسمكي كانت بنص الشارع يعني. بنص الشارع ايوه، لانه هذا كان شارع بس تمرق الناس عن اوتومبيل، كان يمرق بالقوه اوتومبيل واحد لما كان الجيش يمرق باوتومبيل وكان الناس تهرب لانه كان عم يعبي كل الشارع الاوتومبيل. كانت البيوت كلها قريبه عن بعض، كل بيوت على بعضها واغلبها مسقوفه، اغلبها مسقوفه كانت قناطر هدت كلها، كل شيء هاد ما خلوش ولا شيء هون، قاموا السوق كله ابعوه من شروشه ما خلوش شيء فيه، ما خلوش اشي ذكر له للسوق. يا ما انت شايفه مين هم الحكومه.
لأننا أنهينا حربا قاسية وصعبة جدا وانتصرنا بأعجوبة، نعم بمعجزة، أعتقد هكذا كان الشعور. وبهذا ولدت دولة يهودية هنا، وأخذنا نبني في الجزء الذي أصبحنا موجودين عليه نحن اليهود ما يمكن أن أسميه منظرا طبيعيا يهوديا. نبني على 350 أو 400 قرية مهجورة مستوطنات أنت نفسك تعرفينها. فبدلا من كفر قاسم بنينا تل كوش، وبدلا من كفر سميع بنينا كفر شماي، ومكان ساسع بنينا كيبوتس ساسع. بنيمة كيبوتس ساسع. شو مبنى؟ زو مدينة شلانو، مدينة شل يهودي، زو مدينة شل يهودي. كرقة يوم زوف ده. זו מדינה של היהודים. אני יכול להיכנס לעזה ולשנות להם שם רחובות? לא. أعتقد أن أفضل مثال على علاقة إسرائيل بهذا الموضوع هو قصة قرية عين حود جنوب حيفا. فقرية عين حود من القرى التي لم تهدمها إسرائيل، فإسرائيل كانت في طريقها عام 48 تحتل القرى وتهدمها من أساسها، لكنهم أبقوا على عين حود. لماذا أبقوا عليها؟ لأنه كان هناك مجموعة من الفنانين البوهيميين من تل أبيب كانوا يحبون هذه القرية، فطلبوا من الجيش عدم هدمها وحولوها إلى قرية رومانية. لكن جزءا من سكان القرية تواروا في الوادي المجاور، ومع الوقت أقاموا عين حود جديدة، فدعا اليهود عين حود القديمة باسم عين هود، ودعيت الجديدة باسم عين حود. والآن أصبح أهلها يشاهدون كيف يقوم سكان عين هود يوميا بالسيطرة على بيوتهم. إذا بنطلع دغري بنشوف عين حود تقريبا واضح. شوف البيوت القديمة في عين حود القديمة إلنا، بس بحدود، في حدود بلد مش تابع لنا، لأن الأرض هون صودرت سنة 59 كل أرضنا هون. هذا إيش مطعم، بس من بعد الخمسينات فتحوا مطعم، إما قبل كان هذا مسجد لعين حود. نعم. كل واحد רוצה، אתה רוצה את זה מסגד، أو רוצה את השדה שלו، אז זה רוצה את העצי זית שלו، זה רוצה ביפו רוצה את העיר שלו. באקו רוצה את העיר שלו, ומה אנחנו? אם את מדברת אותי ככה, אז אני מדברת עכשיו, אני יכול לקח אותה, אני יכול לקח אותה עכשיו לכפר שלי, לכפר שלי. אין חשמל. איפה זה? זה בעין חוד, עין חוד השנייה. חוד. עין חוד, כן. אין חשמל, אין כביש. למה? למה את שואלת אותי למה? למה אנחנו נלחמים? זה כבר 57 שנים ולא מגיע לשום דבר. את אומרת לי למה? את הבתים האלה, הבן אדם הזה מספר לך שהבית שלו זה קרוב, כמה מטרים, זה הבית של דוד שלו. כן. למה לא להחזיר? למה לא להחזיר לו? כי מתחילים להחזיר אז אין סוף. מה זה אין סוף? אין סוף, זה להחזיר את הכל. זה קשה מאוד להחזיר. נכון, זה קשה. את הזכות שלהם. אתם בתוך השטח של הבית קפה, תצלמו שם, לא, תצלמו שם. אתם לא מצלמים פה בבית קפה? מה הבעיה? מה הבעיה? יש פה אנשים שיושבים. מה הבעיה? הבעיה אתה. למה אני בעיה? כי אתה יושב מצלם בתוך אנשים. אני לא מפריע לך. אתה כן מפריע. מה אני מפריע? אני מפריע. מה אני מפריע? אתה מפריע, כי יש אנשים שבאים לבית קפה. אל תדבר סיסמאות. מה אני מפריע? אנשים יושבים פה בבית קפה. אני לא מזיק לאחד. מי ביקש? שיצביע שהוא ביקש. זה לקוחות שלי. אז אתה תשמור על הצדק, תדבר אמת, אני לא מפריע. אני באתי לבקר את המסגד שלי. זה המסגד שלי. אין בעיה. זה הבניין שלי. זה החצר של המסגד שלי. זה לא שלך. אל תסלף את ההיסטוריה. ואת המצב הקיים. אין בעיה. אז תשמור על השקט. תצלם שם. לא, אני יש לי זכות לצלם כאן. אתה לא תסלם. אני מצלם, ועד איך אני מצלם? לא, אני ממשיך. תעשה מה שאתה רוצה. בסדר. אם אתה רק קורא מה שכתוב בספרים... בימא אננה נקראו פקט מה ירדו פי כותב אל-מואריכין אל-ישראליין, פבכול תאקיד סוף נעתקדו באנהו למ יקון הונק שעב פלסטיני, ובאן אל-לג'יין למ יקונו פלסטיניין, ובאנהם כאנו בדוא ומה אילה ذלק. كل هذا سخافة وكذب. لنبدأ من مصطلح فلسطين. فمنذ القرن السابع كانت تسمى هذه المنطقة جند فلسطين،
ولدينا وثائق تظهر أنه في القرن السابع كانت تدعى فلسطين، والناس الذين كانوا يعيشون داخل فلسطين كانوا يدعون عرب فلسطين. وإذ ذاك لم يكن هناك مفهوم القومية المعاصرة، لكن بكل تأكيد الأرض الفلسطينية موجودة منذ 1000 سنة، بل وأكثر، منذ 1500 سنة. كذلك الفلسطينيون موجودون منذ أكثر من 1500 سنة، ونسبة صغيرة جدا كانت من البدو. إسرائيل والحركة الصهيونية سيسجل لها إنجازات عظيمة في هذا المجال، في مجال العنصرية، يعني غير مسبوقة، يعني ما حدا سبقها في هذه الأشياء. كيف تبني مشروع استيطاني كولونيالي على أنقاض شعب يتنفس، يعيش على أرضه، قائم موجود، له حضارة، أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض. يافا وحيفا كانت تعج بالأدب والثقافة والتجارة، والبلاد كانت تعج بالخيرات وبالزراعة، البحر والجبل والصحراء. أي كلام هذا؟ أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض. كل هذا لم يكفي لتحقيق الحلم القلق بالمكان اليهودي، لأن واقع وجود تجمع سكاني عربي أصلي على أرضه ولو كانت محدودة يمس أسطورة المكان اليهودي، فكان لابد من استكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي العربية. الدولة صادرت الأملاك الفلسطينيين في الأساس في المدن، يعني إذا كان بنحكي على أحياء في الأساس في المدن، إذا كان حيفا أو عكا أو اللد الرملي يافا، وهناك تدير الدولة هاي الأملاك من قبل بواسطة شركات. شركة التطوير في عكا إلى حوالي 80%، والأوقاف له شوي وهذا له شوي. فيش واحد ملاك يعني في عكا، فيش واحد بعكا ملاك، كله مستأجر. حتى ناس كلها مستأجرين، كلها مستأجر، فيش واحد ملاك، فيش واحد بملك دار هون، كلها لا شركة التطوير لا العم دار. انه اهالي عكا الاصليين اللي كانوا هون صفر من يمكن 1%. في حوالي 20 قانون اللي سنت من 48 لليوم، اللي هي خاصة بمصادرة الأرض، حوالي 20 قانون، منها مثلا الاستيلاء على الأرض لأجل الأغراض عسكرية. في عام 1976 تفاجأت دولة إسرائيل بحقيقة أنه يوجد عدد عرب مساو لعدد اليهود في الجليل، وكان هناك موظف كبير في الحكومة الإسرائيلية اسمه إسرائيل كينغ في وزارة الداخلية، اقترح على الحكومة التي كان يترأسها في ذلك الحين إسحاق رابين أن تنفذ خطة تهويد الجليل. ومن أجل تحقيق ذلك تمت مصادرة العديد من الأراضي من القرى العربية، وبدأوا يبنون مواقع وأحياء سكنية يهودية. كان مكتوبا في تقرير كينغ وأرنون سوفير بأن العرب هم سرطان في جسد الدولة، واستنادا إلى هذه المقولة برروا مصادرة الأراضي من العرب وبناء المستوطنات. مثلا شو الخلفية اللي على أساسها أعلن الإضراب فيهم الأرض؟ وراء بين سخنين وبين عرابة من الناحية الشمالية في منطقة اسمها منطقة رقم 9، منطقة المل في لغتنا، بس هني سموها منطقة 9 لأنها كانت منطقة تدريبات عسكرية، وقررت الحكومة أن تصادر هذه الأرض. كان هدفها هنا جرد الأهالي من أراضيهم اللي تحولهن لعمال مرتبطين طبعا في المؤسسة الحاكمة، يكون مصيرهن مرتبط ورزقهن مرتبط في المؤسسة اللي وانت ما بدن بيقدروا يضيقوا علينا. طبعا الحزب الشيوعي بهذاك الوقت انتبه لهذا الأمر وبدأ في نشر الأمر على جماهير الشعب، ومن هذا بعد هذا النشر بدأت تقوم جمعية قوة وطنية تشاورية لصد هذا الهجوم على الأرض الفلسطينية. قرار الإضراب في يوم الأرض كان مخطط لـ30 أذار، وقررت لجنة دفاع الأراضي العربية
اللي كانت قد قامت قبل يعني في أواخر عام 75 في شهر 10 تحديدا. وفي هذه الفترة الحكومة بلشت تحس إنه في إشي في غليان في الشارع العربي، وبلشت تبعت ما بنسميه إحنا كنا نسميه ظلمها. فجمعوا رؤساء السلطات البلدية في العرب، وكان أغلبيتهم من أعوان الحكومة والسلطة في إسرائيل، من أجل أن يتخذوا قرار لإلغاء الإضراب. هذا الاجتماع عين في 25 أذار سنة 76، وإجا مستشار رئيس الحكومة في هذاك الوقت كان اسمه توليدانو، ودعا ظلمه أو رؤساء السلطات المحلية اللي كانوا معه أنه يروحوا على هذا الاجتماع فشف عمر ويفشلوا قرار الإضراب. كان هنالك مدخل من الناحية الثانية، مرحلة معينة وصلنا إلى هناك ورأينا من خلال الزجاج، زجاج القاعة، محاولة للاعتداء على رئيس بلدية الناصرة خالد الذكر توفيق زياد الشاعر الفلسطيني والمناضل الوطني. في أحدهم قال في أحد اجتماع لتوفيق زياد، قال له أنت إحنا بدنا نكسر قرار الإضراب وإحنا بدنا نطلعك من بلدية الناصرة وأخو ناخذ إحنا محلك. قال له روح بلط البحر، واطلع على الجمهور الناس اللي كانت موجودة بالشارع، وقالهن لهدول رؤساء السلطات اللي بدهم يفشلوا القرار، مش انتوا اللي بتعطوا القرار، هذا الشعب اللي اعطى القرار. وطبعا الجماهير في الشارع زقفت. بعد ذلك انفض الاجتماع، فرط زي ما قلت لك، وهربوا اعوان السلطه من هون، هربوهم في سيارات شرطه، ونحن الشباب والجمهور الواسع اللي كان هون دخل في مواجهات مع الشرطة، لأن الشرطة أرادت أن تفرق بالقوة. يعني ما لم ينجح بالسياسة بين هلالين هون، كان واضح أنهم يبيتوا عدوان دموي على الفلسطينيين هنا ليكسروا شوكتهم، لأنه هذه أول مرة يعلن قرار إضراب عام لكل المواطنين. طبعا استمر النهار، وتوفيق من موقع المسؤولية كان يتجول من موقع لموقع من حارة لحارة. في لحظة معينة أنا أجيت كنت في البلد ورجعت على البيت، قالوا لي انه قبل شوي كان توفيق في البيت. في هاي اللحظات كلها شغلة لحظات، وإلا كتيبة من الجيش مع الضابط تبعهن اجوا على ساحة بيت الجيران اللي هي مشرفة على بيتنا، وقالهن سكروا المدخل الشرقي للبيت واقتحموه واحرقوا من فيه. لم نكن يعني نعرف شيء عن الغاز مسيل الدموع في ذلك الوقت، ولكن كان مجموعة من الشباب العرب الدروز من الذين فرضت عليهم الخدمة العسكرية قصرا، فعندما وجدوا أنفسهم في هذه المواجهة حسموا موقفهم في أي جانب هم، ولذلك يومها احنا عرفنا انه شم البصل منهم، طبعا شم البصل يقي شر الغاز المسيل للدموع. فأنا لما أعطى الأمر وكسروا هذا الباب أنا رحت لهون، هم عم بكسروا هيك أنا وقفت هون، فهم أجوا بدهم يفوتوا من هون وقفت هون، وكنت خلص يعني ما فيش يا بقتلوني وبفوتوا يا إنه وقفت هيك، وقلت لهن اللي بفوت بس إذا بقتلني، بتقتلوني بتفوتوا. كانوا حوالي 30 واحد، هذا هاي المنطقة كلها كانت ملانة قواوير زريعة، كله على الشباك، حتى اني انا اخاف حتى يشدوني كذا يسحبوني. قلت لهم مش ممكن بموت وبضلني هون. وفي لحظة معينة اكتشف راحوا، كيف راحوا ليش راحوا بعرفش، ولكن فيما بعد تبين انه التلفزيون البلجيكي كان يصور، ولما شافوا انه الامر راح يصل لوسائل الإعلام الظاهر كما يبدو، هذا كان استنتاجنا أنهم قرروا ينسحبوا. بعدها بقينا مطاردين عدة أيام، وكان هدفنا أن لا نعتقل بأي ثمن حتى يمر 30 أذار، أجل أن ننجح في تمرير أو في إنجاح الإضراب العام في 30 أذار. انتشر القوات، كملت العرابي، وفي حينه سقط
طبعا جرحى في دير حنا، شهيد في عرابي، اللي كل هاي الامور انتقلت بسرعه لسخنين وكملوا لسخنين. وهنا كانت في الشارع الرئيسي مواجهات اللي ظلت لساعات الصباح. تفجرت المظاهرات عفويا ودخل الجيش لحاله استفزاز حرس الحدود والجيش للقرى العربيه كانه يعيد احتلالها من جديد. رئيس الحكومه عمار 77 كان رابن في مرحلته الاولى كرئيس. قتل سته شباب، استشهد سته شباب في سخنين وعرابي وكفر كنا والطيب ودير حنا. أستطيع أن أقول أنه بنفسية ما قبل يوم الأرض لم يكن مثلا من الممكن أن تقوم مؤسسة رسمية زي البلدية بأن تقيم بلدية شفاعر بأن تقيم نصب تذكاري لشهداء المدينة وضواحيها الذين سقطوا أثناء نكبة شعبنا الفلسطيني في عام 48. يعني هذا أنا أعتقد أنه هذا النصب هو جزء من هذه النفسية التي خلقت بعد يوم الأرض والتي وجدت التحدي والعودة وأن نروي روايتنا لحقيقة ما يجري هنا. أن الرواية الصهيونية التي حاولوا أن يدسوها في نفوسنا وحاولوا أن يربوا أولادنا عليها بحيث يعيشوا أو يكبروا في مناخ خارج تاريخهم وخارج سياقهم وخارج انتماءاتهم وانتماءهم، هذه المؤامرة سقطت في يوم الأرض. معظم الجماهير الفلسطينية التي لم ترغب بمساندة الأحزاب الصهيونية كانت تصوت للحزب الشيوعي. أما في عام 76 فقد تجرأت الأقلية الفلسطينية على القول للإسرائيليين: نحن لسنا عرب إسرائيل كما تدعوننا أنتم، فنحن الفلسطينيون داخل دولة إسرائيل، ونحن مرتبطون بالشعب الفلسطيني، ونحن جزء من المستقبل الفلسطيني. ونتيجة لذلك أقاموا لاحقا الأحزاب القومية الفلسطينية، وغير الحزب الشيوعي كذلك شكله وأصبح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي لم يعد لها وجه شيوعي فحسب بل وجه قومي أيضا. استعادة الرواية والصوت الفلسطينيين كانت لابد أن تشكل قلقا للمؤسسة الصهيونية، قلق من فك يبرز في تعامل المؤسسة الحاكمة مع أي احتجاج مدني عربي. وكانت الاحتجاجات على دخول شارون للأقصى عام 2000 محطة جديدة للمؤسسة الصهيونية للتفريغ عن قلقها من استمرار وجود فلسطينيين أصليين داخل الدولة. تصرف الحكومة بقي كما هو، فقد رأينا تكرارا ليوم الأرض في أكتوبر عام 2000، لكن هذه المرة قتلت الشرطة 13 مدنيا، أي ضعف عدد المدنيين الذين قتلتهم عام 76. لكني ما زلت أعتقد أن النظرة الإسرائيلية الأساسية لا تتعاطى مع المواطنين العرب كتعاطيها مع المواطنين اليهود. فمنذ أكتوبر 2000 قتل نحو 40 مواطنا عربيا على أيدي الشرطة الإسرائيلية في حين لم يقتل أي مواطن يهودي. سادر سادر شاية يتسوع لك في الشين خلوا اللي زرق أفنين زرقوا أفنين أخري ما أخري أرق شاية لا يا أخري أرق أرق زي كتو تسامي أكور لا يا أخري أرق أفخر اللي يقولوا خيخ زي أخري أرق ولفني أرق لفني أرق كين خلوا مؤمور. الشرطة لا تقتل المواطنين اليهود،
وهذا توجه مقلق جدا ولم يتغير. فأنا لا أعتقد أن تصرف السلطات تغير، أعتقد أن التكتيكات تغيرت، وأعتقد كما قلت أنها ذات شكل متطور الآن. فبشكل أساسي ما يمكن أن نسميه السلطة الإسرائيلية تتعامل بمنظور معاد ومنظور تمييزي ومنظور خطير جدا مع السكان العرب داخل دولة إسرائيل. يعني منطلق عنصري، منطلق شوفيني استعلائي كولونيالي، يهدف إلى إقامة بلاد، إقامة دولة وإقامة مجتمع يهودي بطابع غربي بثقافة غربية وأوروبية، ويعني أعلنوا هذا الشيء قبل 48 وما زالوا متمسكين فيه حتى اليوم، بإقامة دولة يعني غير منسجمة في الشرق، هي على أرض الشرق ولكنها ليست في مناخ الشرق وليست بطبيعة هذا الشرق، دولة في حالة عداء دائم للبيئة المحيطة بها، للفضاء المحيط بها، لفضائها العربي في عداء دائم. وأنا بعتقد أنه مصلحة الحركة الصهيونية أن يستمر حالة العداء بين اليهود وبين العرب لمحافظة على هذا الجيتو وهذه الدولة المحصنة، هذه الدولة اللي يعني تريد أن تكون ليس في مع العالم العربي، ليس في قلب العالم العربي، ولكن مقابل العالم العربي، لأنها أقيمت لتخدم مصالح يهودية وكذلك مصالح غربية استعمارية في هذه المنطقة. نحن دولة يهودية صغيرة في عالم مليء بالعرب، لذا نوجد قوانين لحماية أنفسنا، فما الداعي كي يقفز شخص ما ويصرخ هذه عنصرية؟ لماذا يثار هذا الجدال؟ إسرائيل أعلنت أنها دولة يهودية. هو من الذين يعني يشكلون الفزاعة من العرب، وأرنون سوفير في موضوع الخطر جعل موضوع التوازن الديموغرافي القنبلة النووية التي تهدد دولة إسرائيل، وهذا لخلق أرضية من أجل ترانسفير في اعتقادي، خلق جو ومناخ لتشريد فلسطينيين من داخل إسرائيل وكذلك من الضفة الغربية. لأن أرنون سوفير يمثل الاتجاه الذي قامت عليه دولة إسرائيل في 48، وهو إقامة دولة يهودية للشعب اليهودي نظيفة من العرب. مدبرين على أيام ديموغرافي، أيام الديموغرافي، التهديد الديموغرافي قائم ولأسفنا البالغ سيبقى قائما، هذا ليس سرا، فالتوراة تقول لنا إننا سنبقى أصغر شعوب الأرض، لكن إذا ما أحسننا الحفاظ على قيمنا فإن ذلك لن يضايقنا أبدا. من كل 1000 شخص يموت في السنة 2، لأن معظم السكان المسلمين في إسرائيل هم من الشباب، لذلك لا يوجد أموات كثر، فمن يموت بشكل عام هم المسنون. نسبة الوفيات في أوروبا 11 من كل 1000، وعند اليهود من 6 إلى 7 بالألف، أما عند عرب إسرائيل فقط 2 من 1000. نسبة الوفيات الأكثر انخفاضا في العالم ونسبة التوالد الأعلى في العالم، إذن سيكون انفجار ديموغرافي. יכול להיות, הישראלים חושבים על זה ככה, שבגלל שהערבים מביאים הרבה ילדים, אז עוד כמה זמן זה יהיו יותר פלסטינאים. כל אחד חושב על זה ככה. כלימת الخطر الديموغرافي ليست مقولة علمية. كلمة الخطر الديموغرافي مقولة إيديولوجية، إذا كنت ترين في الطرف الآخر مجرد وجوده وليس آراءه، مجرد وجوده خصم، يعني مجرد، فأنت تبدأين بإحصائه، كل ما زاد عدد الولادة عندهم ترين في ذلك خطر ديموغرافي. لماذا؟ لأنك ترين الماس نفسها، الكتلة البشرية نفسها خطر. وبالتالي كلمة الخطر الديموغرافي هي مقولة أيديولوجية عنصرية، وليست مقولة وليست مصطلح تحليلي علمي، لأنه الدول التي تحترم نفسها لا تحصي طيلة الوقت الناس بموجب هويتهم الإثنية أو الدينية أو الطائفية أو غيره.
يوجد عنصر في الصهيونية المركزية يعتقد أنه في نهاية المطاف يجب أن تكون البلاد نقية من كل العرب. يوجد عنصر قوي كهذا، وآرنون سوفير واحد من هؤلاء الذين يمثلون هذا الرأي، لكن ليس فقط هو، فمركز السياسة الإسرائيلية يفكر هكذا، لكن لا يجرؤون كلهم على قول ذلك جهارا. هناك برنامج لحملة إعلامية كبيرة ستقوم فيه واحد من الأحزاب السياسية، واللي كان قائد هذا الحزب كان وزير البنى التحتية في الحكومة الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، اللي كان أيضا مدير عام مكتب رئيس الوزراء عند بيبي نتنياهو بسنة عام 99، سيقوم بحملة كبيرة للتبادل السكاني. وهناك يعني إذا منفوت على الموقع تبع هذا الحزب السياسي فاللغة الروسية في الأساس، هناك حملة مبلورة ومنظمة في الأساس لإقناع الشارع الروسي في أهمية تنفيذ تبادل سكاني. ما يحدث مع قانون المواطنة، قانون المواطنة وما يمارس من خلال قانون المواطنة لممارسات تهدف في الأساس إلى ترانسفير طوعي. أنا بعتقد أنه هناك يعني ليس فقط مجرد تفكير لدى الأوساط المتنفذة، لابد أن يكون هناك مخططات. وفي أحيان كان في ترميز لبعض هذه المخططات والتفكير بعد كذا سنوات، وشغلات موجودة بالجوارير كشف النقاب عنها، وهذا لابد أن يكون قائم. ولكن مثلما يعني قلت، الظروف الخارجية تصعب على حكومة إسرائيل القيام بهذا. أولا العرب نفسهم لن يكرر، أي فلسطيني لن يكرر تجربة 48، هذا صار واضح، لا هون ولا بالضفة ولا بغزة ولا بأي مكان، لن تتكرر تجربة 48 بعد 57 سنة من المعاناة. هاي أول صعوبة. الصعوبة الثانية أنه كمان العالم العربي تغير. هناك خطر أن تفعل إسرائيل في المستقبل ما فعلته عام 48، وأكرر لا يوجد خطة كهذه حاليا، وحسب اعتقادي لا يوجد أيضا خطر كهذا حاليا، لكنني أخشى تحديدا من حالة حرب مع أي دولة عربية مجاورة، أو من وضع ربما يتحقق يوما ما يحقق فيه اليهود الصهيونيون من ناحية ديمغرافية أغلبية. فالآن يوجد عرب كثيرون، وأنا أخشى كثيرا من التفكير فيما يمكن أن يفعلوا. حتى أنا عم بحكي وساعات إنه كمان بدخل شوي من الخوف، يعني ما فيش عندي الجرأة الكاملة هلي أحكي كل إشي أنا بعرفه. تجارة وافر. عندما نتحدث عن عربي إسرائيل فإن الحديث عن أزمة يبدو متلازما، البعض يصفها بأنها أزمة هوية، والبعض يضيف نعم ولكنها أزمة هوية لدولة إسرائيل. على الرغم من الحكم العسكري، على الرغم من الظروف، على الرغم من أن حوصرنا حتى عام 67 وكنا لحالنا، أقلية لحالها محاصرين، حفظنا على وجودنا، حفظنا على لغتنا، حفظنا على 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 بيوتنا، على منازلنا، يعني نظلنا في أصعب الظروف، ولم تكن القضية قضية الهوية. هويتنا كانت معروفة لإلنا، عندما كان أهلنا يسمعوا عبد الناصر أو نسمع مرسيل خليفة أو نسمع فيروز، هل هذا دليل على أزمة الهوية أو على حصار هاي الهوية؟ لا، الأزمة الأساسية هي أزمة وجودنا، أزمة إمكانيات تطورنا. عرب إسرائيل تلقائيا يخلقون لنا مشكلة. سوف أكشف لك سرا،
عرب إسرائيل هم جزء من الفلسطينيين، وهم لا يحبون اليوم القول نهائيا بأنهم عرب إسرائيل، بل نحن فلسطينيون نسكن في إسرائيل، صح أم لا؟ هذا ما يقولونه، هم جزء من الشعب الفلسطيني. ما دامت إسرائيل معرفة على أنها دولة يهودية صهيونية، فأعتقد أن الصراع سوف يستمر، ذلك لأنني أعتقد أن التمييز ضد الفلسطينيين سوف يبقى على الدوام، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سوف يكون من الصعب على العالم العربي والعالم الإسلامي القبول بدولة كهذه في المنطقة التي يعيشون فيها. لذلك من غير الوارد أن نتوصل إلى نقاش حقيقي وسلام حقيقي ما دامت هذه هي الهوية المميزة لدولة إسرائيل. نحن لم نستغني عن هويتنا الفلسطينية ولا عن هويتنا العربية، ولكن مواطنتنا هي أيضا وسيلتنا في الدفاع عن وجودنا، هي يعني نحن لم نفرض وجودنا على هاي الدولة، الدولة فرضت وجودها علينا، وقضية مواطنتنا هي وسيلتنا للبقاء والتطور، ولن نستغني عن هاي المواطنة. صرنا حوالي 57 سنة عايشين تحت لغة ثانية، حضارة ثانية، حكم ثاني، برلمان وإلى آخره، حتى المنهاج الدراسي، حتى الملصقات، حتى الكتابات، الشوارع كلها باللغة العبرية. ما يفكروناش إنه مرقنا بشغلات انهزمنا فيها وهدهوا، لا، بعدنا واقفين وعمال نعبر، فمن خلال احنا التعبير من خلال الدبكة والرقصات والغنانة الموجودة ممكن الناس يتذكرونا بهاي الناحية، صورة فنية حلوة. قاعدة بعمل رسمات لتوثيق الناصري، بروح على كل الأبنية اللي كانت موجودة بآخر القرن التاسع عشر وبعدها موجودة لليوم، باخذ سكتشات وبعملها بنظرة خاصة كيف ما أنا بشوفها. الذاكرة هي بتعطيك لون، بتعطيك طعم، بتعطيك هوية، تعطيكي مين انت. انت ما بتقدر تحس بالامان وانت طايري، انت بس تحس بالامان لما انت واقفي على اشي، في اشي ماسكك، في اشي تقدري تركي عليه، اشي اللي تقدر تقولي انا من هون جاي، انا مش جاي متفرغ، انا بعرف حالي منين جاي، انا جاي من الناصر، انا جاي من حارة اللي هي حارة السوق، حارة اللي هي ساحة الجامع، اللي هي المكان هذا موجود. حابة اعيش عربي بكل معنى الكلمة، إنه أمشي بالشارع أحس إن أنا عربي، أفوت على المحلات وين ما أروح ألاقي إنه أنا فيها عروبة. يعني الأردني لما يروح على يشم يسهر بالليل يحس إنه المحلات عربية، المصري نفس الشيء. أنا لا، أنا بنزل على تل أبيب، بنزل على حيفا، بحس إنه أنا عربي والمحل اللي رايح عليه مش عربي. بحس إنه قاعدة بنقذ البقية الباقي منه، يعني قاعدة على القليلة إنه بحس إنه هذا البيت المهجور يمكن كمان كم من سنة ما يكونش موجود حتى. عن جد بشعر نفسي إني قاعدة بنقذه، بنقذ قصته، بنقذ وجوده. في يوم من الأيام في الكنيسة في أحد الأيام نشأت مشادة بيني وبين ليبرمان. ليبرمان هذا واحد أزعر أجا من روسيا ودخل على السياسة، كان مساعد نتنياهو، بعدين أقام حزب متطرف، واليوم هو حامل علم تهجير العرب والترانسفير للعرب وما إلى ذلك من هذا الكلام. فيوم من الأيام واقف هو على منصة الكنيسة وإحنا قاعدين وصار في جدال عنيف، فبيقول لي أنت شو لكم هون؟ قلت له أنا اسمك مش مناسب لهالبلد،
اسمك ليبرمان مش ناس. شو بعرفك انت مثلا هذا البلان؟ هذا بلان تعرفون البلان؟ هذا بلان، هذا سريس، هذا البطم، هذا البلوط، شو لك دعوه فيه؟ اسامي البلد، اسامي مسميات البلد، اسامي اشياء، الناس بلا اسمها.